السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الوزراء: الترتيبات اللوجستية شارفت على الانتهاء والحكومة ستكون قريبا في عدن. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد بأن الحرب الحوثية تسببت في نزوح مليوني امرأة يمنية. المتفجرات: سلاح حوثي يفتك بالمدنيين في الحديدة، ووقفة احتجاجية تندد بنهب أراضي الأوقاف في ذمار. تفاصيل الأنباء أتلوها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مجلس الوزراء بأن ترتيبات عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وقال مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وفقا للمخطط للخطة الزمنية المحددة، وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية المرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن اتفاق الرياض يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثية الانقلابية، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الإيراني في اليمن. وقال مجلس الوزراء بأن الترتيبات اللوجستية التي تشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء، وستكون الحكومة في عدن قريبا جدا. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزارة والجهات المختصة بتفعيل أنشطتها بشكل كامل ومضاعفة جهودها خلال الفترة الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن، ومتابعة عملها لخدمة المواطنين. تحقق مشيئة الله تعالى طلعات الشعب اليمني، وسيفتح هذا الاتفاق بإذن الله أمام فاهمات أوسع بين مكونات اليمنية. التفاؤل في مثل هذا الاتفاق هو الذي ينبغي أن يسود. نحن نثمن كل دور يؤدي إلى التصالح. مشكلتنا ليست في يعني مزيد من الاتفاقات، وإنما في التطبيق. ونتمنى أن ترجع الحياة في عدن. إن شاء الله يكون اتفاق يعني فيه مبادرة خير لليمن. تبقى الاتفاقات اتفاقات على الورق ما لم يكن هناك إجراءات حقيقية على الواقع. ترأس قائد العمليات المشتركة اللواء الركن الصغير بن عزيز اجتماعا بقيادة العمليات المشتركة، واطلع على المستجدات الميدانية وسير المهام القتالية والعملياتية في مختلف المواقع والمحاور القتالية. وأشاد بن عزيز بمناقب شهداء العمليات المشتركة وبطولاتهم الخالدة التي سطروها خلال فترة خدمتهم الطويلة في القوات المسلحة، وقال إن الرد على هذه الجرائم سيكون في ميادين البطولة والشرف. وأكد بن عزيز بأن لجوء ميليشيا الحوثية الانقلابية للقصف العشوائي على الأحياء المدنية في كل من تعز والحديدة ومأرب دليل ضعف وانكسار وشعور بالهزيمة نتيجة الضغط القتالي الذي يصنعه أبناء القوات المسلحة في مختلف الجبهات القتالية. وثمن اللواء عزيز المواقف الأخوية الصادقة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من الوطن تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب المدعومين إيرانيا. افتتح يوم أمس في تعز فرع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية كأول فرع له في المحافظات منذ إشهاره في إبريل الماضي بمدينة سيئون. وقال عضو المجلس الأعلى للتحالف الوطني عبد السلام رزاز بأن تعز عودتنا عبر تاريخها النضالي بأن تكون في طليعة المبادرات في العمل السياسي والنضالي، وهي المحافظة الوحيدة التي حافظت على استمرار العمل السياسي والحزبي والمدني رغم الحرب التي أعلنها الحوثي على اليمن بعد انقلابه على الشرعية. وأوضح رزاز خلال افتتاح الفرع بأن هناك قضايا تمثل أولوية لاستقرار المناطق المحررة وحشد الطاقات لاستكمال التحرير،
وهي تحتاج لجهود الجميع. وأشار رزاز إلى أنه وبعد هذا الاجتماع التأسيسي لفرع التحالف سوف يبدأ العمل من خلال هذا الإطار الجديد بإعداد خارطة عمل دقيقة، وقال: كلنا في المجلس الأعلى للتحالف الوطني وفي مقدمتنا الرئيس الدوري للتحالف الدكتور رشاد العليمي نثق بقدرتكم على تجاوز العوائق وتحقيق النجاح. أحيت ساحة الحرية في تعز جمعة لن ننساكم يا شهدان، وأكد خطيب الحرية بأن عزم الشعب اليمني ما يزال فتيا وأنه لن يفرط في تضحيات الشهداء ودماء الجرحى وسينتصر للدولة والحرية والسلام. كثيرا من الشباب قدموا أرواحهم من أجل الحرية ومحاربة الاستبداد ابتداء من 11 فبراير 2011 ميلادية، مرورا بمحاربة المشروع الإيراني باليمن المتمثل بالحوثي الذي ما زال شباب اليمن يحاربونه ويقدمون التضحيات في كل الجبهات. سنبقى وسنثور من جديد في كل الساحات وفي كل الأماكن وفي كل من جديد إن شاء الله. هيهات لكم أن تعودوا يا قتلة، هواتا أن تعودوا أيها الخونة، يا من تاجرتم بوطني وبدماء أبنائي وبدماء أحراري، هيهات لكم، لن نسمح لكم بالعودة مهما كانت الظروف. أخذتم أمرال الأموال الوطن تعيشونا بالخارج، واليوم عندما رأيتم النهاية ظهرت تريدوا أن تعودوا إلى كراسيكم، عودوا إلى الوطن، ربما إلى المحاكم، فإذا حكم لكم القضاء عيشوا مؤدبين لا خونة ومتاجرين. آلاف الأرواح ذهبت فداء لتراب الوطن حماية له ولسكانه لكي لا يصبحوا جزءا من مشروع لا يخدم المنطقة ولا الدين. وعلى درب الشهداء إن شاء الله سائرون مهما حاولت مطابخ العويل ومهما حاولت مطابخ العويل والإرجاف لحرف المسار والنيل من الأحرار وتضحياتهم ومن الهامات والقامات الوطنية والعسكرية. نعم للبلاد، نعم مهما فعلوا ذلك ومهما صنع ذلك المطبخ سنستمر إن شاء الله عز وجل حتى نفضحهم وحتى ينكشفون لكل صغير وكبير. لن تذهب الدماء والأرواح عبثا، وما نراه من صمود للجيش الوطني وللحاضنة الشعبية ما هو إلا ثمرة من ثمار هذه التضحيات التي لن تنسى وستظل دليلا للحرية والكرامة والاستقلال. وعما قريب سيزهر الوطن استقرارا وتنمية ومؤسسات بفضل تضحية الشهداء. وبمناسبة الذكرى التاسعة لمجزرة 11/11/2011 نظمت منظمة خلود معرضا لصور شهداء ساحة الحرية في تعز وصور المتهمين بارتكاب المجازر، وذلك في سياق تنشيط ذاكرة الثورة وكي لا تضيع دماء الشهداء ولا يفلت المجرمون من العقاب. ندعو النائب العام إلى إصدار مذكرة بإلقاء العض على المتهمين في قتل شباب الثورة، في قتل شباب ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية. ندعو الأخ الرئيس عبد الرب هادي إلى تحقيق الرعاية الكاملة لأسر الشهداء وإصدار أمر باعتماد رواتب شهداء الثورة التي سقطت أسماءهم صادر عن منظمة خلود لأسر الشهداء والجرحى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استهدفت ميليشيا الحوثية الانقلابية مسجد عمر بن الخطاب في مديرية التحيتة جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وقالت مصادر محلية بأن القصف تسبب بأضرار كبيرة في المسجد. وأشارت إلى أن الاستهداف ليس الأول الذي تقوم به ميليشيا الحوثي، وإنما يأتي ضمن مسلسل انتهاكاتها للحرمات وقصف المساجد. هذا وكانت الميليشيا قد استهدفت في وقت سابق عددا كبيرا من المساجد في مديرية التحيتة والدريهم وحيس والخوخة وبيت الفقي، فيما استخدمت بعض المساجد كثكنات عسكرية ومخازن للسلاح. والإنسان
في أرض اليمن الهبيبة. كثفت ميليشيا الحوثية الانقلابية من استخدام سلاح الألغام والعبوات الناسفة في طرقات المدنيين بمحافظة الحديدة بشكل غير مسبوق في ظل صمت أممي بالسلبية ونوع من التواطؤ الآثم. حرب المتفجرات والعبوات الناسفة سلاح صعدت ميليشيات الحوثي من استخدامه في الآونة الأخيرة بحق المدنيين في الحديدة. نزعنا هذه الكمية من الألغام والذي كانت تعيق الكثير من المواطنين، وقد أخذت كثير من أرواح المواطنين، وفي من هم من أعاقته وفي من هم من أخذته كاملا. صارت سيارات وحافلات وحراثات المواطنين هدفا لميليشيات تتسلل عناصرها الإرهابية ليلا إلى الطرقات الفرعية والرئيسية، يزرعون موتا امتد رعبه إلى شواطئ الصيادين. نحن مهددين من الألغام البحرية والبرية وكلها منها مهددين، لا نقدر ما نستطيع لا نروح لبحر ولا أدنى، خايفين نمشي حتى البر. تقول إحصائيات بأن من قتلتهم متفجرات وألغام الحوثيين منذ انطلاق ملف الحديدة وحتى اليوم يفوق 300 مواطن، منهم 58 شهيدا بينهم أطفال ونساء، والبقية يئنون جرحى بترت أطرافهم. مخلفات الحوثي زرعت لنا الغام في المزارع، وراحت ضحيتها أولادنا، وراحت ضحيتها ابن عمي وأربع أنفار معانا. أما الخسائر المادية فدمرت 9 باصات وإحدى عشر سيارة وخمس دينات وثلاث حراثات زراعية وتسع دراجات نارية وثلاث عربات تجرها الحمير. موت أسود تتصاعد مأساته، تتسع دوائره الجهنمية بفعل جرائم ميليشيات باتت تطور من وسائل القتل اليومي للمدنيين، ولو متفجرات بهيئة جذوع نخل تساقط موتا ورعبا. يحدث ذلك تحت سقف هدنة أممية تتلاشى دعواتها للسلام كدخان جرائم متفجرات لا تزال صورها شاهد إدانة على تواطؤ مسؤولين أمميين مع الميليشيات، لينتظر أبناء تهامة عدالة ناجزة، إما بجيش يحرر محافظتهم أو بانتظار عدالة السماء. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال وجود أكثر من 2 مليون امرأة نازحة جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثية منذ أكثر من 5 سنوات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في ورشة عمل القيادة النسوية، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي على هامش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. واستعرضت الكمال ما تتعرض له المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيا من قتل وسجن واضطهاد ونزوح وحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية. وقالت الوزيرة إن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثية ساهمت بشكل كبير في زيادة معاناة المرأة اليمنية، وتسببت في حرمان أكثر من 1.5 مليون امرأة من الخدمات الصحية أثناء الحمل. قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية بأن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال 3 أشهر في جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. وأوضحت اللجنة في حسابها على فيسبوك بأن معظم الإيرادات جاءت من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة كبيرة. أكدت اللجنة الاقتصادية بأن الإيرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة، وبمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السياسية والمضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي. اطلع وزير الثروة السمكية فهد كفاين على نشاط شركة حوف للأسماك والأحياء البحرية بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة. وأعرب كفاين عن إعجابه بأعمال شركة حوف، وقال إن الوزارة تعمل على أن ينخرط القطاع الخاص في عملية النشاط السمكي بصورة عامة، بدءا من الاصطياد والإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات في مراكز الإنزال السمكي. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني في المهرة يجعلها نموذجا في هذا الجانب. ووجه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بتوفير أرضية لشركة حوف للأسماك والأحياء البحرية لبناء مصنع ثلج بالشركة متكاملة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. مع انتشار حمى الضنك في مدينة تعز المحاصرة،
يسعى مكتب الصحة إلى بذل جهود في مكافحته مع وجود بعض المنظمات، إلا أن الجهود الصحية غير كافية في ظل استمرار الحصار وانتشار الأوبئة وتزايد حالات المرض. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. تزايد كثير في عدد الحالات الواصلة إلى مراكز الصحة في تعز جراء انتشار واسع لحمى الظنك والحميات الأخرى التي لم تشخص بعد. وبحسب إحصائيات مكتب الصحة في تعز التي تعاني من كثير من الأمراض والأوبئة نتيجة الحصار الخانق عليها، ناهيك عن غياب الكادر الطبي وضعف الخدمة الصحية. لدينا 52 إلى أمس 52385 حالة اشتباه بالكوليرا، منها 102 حالة وفيات، 86 حالة اشتباه بالإصابة بالدفتيريا، 14 حالة وفيات، 531 التهاب سحايا حالة وفيات، 542 حالة حصبة مرض في الحصبة، 3 منها وفيات، بالإضافة إلى وباء الحميات التي ظهر الآن، منها ما هو معروف منها ما غير معروف. خلال الأيام القليلة المنصرمة وصلت إلينا عشرات الحالات المصابة بالحمى الشديدة، ألم بالمفاصل، ألم خلف العينين، أعراض حمى الضنك، عشرات منها تصل يوميا. طبعا البيئة تلعب دور في هذا الجانب لانتشار الوباء، البيئة الجانب الصحي، الجانب البيئي، أيضا مشكلة المياه التي تعمل هي كأزمة، أزمة المياه الموجودة في محافظة تعز. سلمان أحمد أحد ضحايا تلك الحمى التي يعاني منها أبناء تعز، فهو طالب تمريض لكنه تحول بين فترة وجيزة، وأثناء مروره على إحدى المجاري وانقلاب دراجته النارية فيها أصبح مريضا يلازم السرير. ورغم أنه أنا أعمل بجامعة الطب جامعة العطاء بكالوريوس تمريض، لذلك أنا جيت هنا اليوم معي تطبيق، أجيت طلعت لقسم الجراحة وبدأت أشعر بألم كذا، وسعفون أصحابي طلع لي يعني هذا الألم كذا. وبالرغم من هذا الوضع الصحي الكارثي، فقد سعت مؤسسة شراكة إلى تقديم بعض من الخدمة الصحية لمستشفى الجمهوري، وذلك بتقديمها بعض تلك الخدمات مجانا لكل مصاب. تدشن اليوم مؤسسة شراكة للتنمية المخيم الأول، إن شاء الله يكون في خيمات أخرى، وذلك للحد من انتشار فيروس حمى الضنك، وذلك بمساعدة المعسرين ماليا لعمل الفحوصات وشراء قربة الدم. جهود تبذل ومدينة تتعرض لموت تقتلها الميليشيا الإنقلابية بحصارها المستمر، وهو ما تسبب في كثير من الأمراض. رغم الجهود المبذولة لمكتب الصحة في تعز وبعض المنظمات في مواجهة حمى الضنك، إلا أنها غير كافية في ظل انتشار هذا الوباء وتزايد عدد الحالات في هذه المدينة المحاصرة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. وفي سياق متصل، تفقد وكيل محافظة تعز عارف جامل عددا من المراكز الصحية في سياق جهود السلطة المحلية الرامية إلى تفعيل المؤسسات المعنية بمجابهة حمى الضنك في مدينة تعز، والتقى جامل بمدراء المراكز الصحية مطلعا على نسبة انتشار الوباء، ووجه بتقديم كل الرعاية التي يحتاجها المرضى. وأكد جامل على ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر بخصوص الدوام المستمر للفترتين الصباحية والمسائية، وتخصيص زوايا خاصة بالإسهالات والحميات بكل المستشفيات العامة والمراكز حتى الساعة 6 مساء. وعقب الزيارة ناقش جامل مع مدير الصحة الدكتور السامعي ووكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتور إيلان عبد الحق المشاكل التي تواجهها السلطة المحلية على صعيد مكافحة الوباء والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل والقضاء على الفيروس. نظم عشرات المواطنين في مدينة ذمار وقفة احتجاجية أمام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة للمطالبة بأراضي تابعة لهم صادرها متنفذون حوثيون في مكتب الأوقاف. واتهم المحتجون متنفذين حوثيين في مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بنهب ومصادرة أملاك عقارية تابعة لهم بقوة السلاح. وأكد المواطن علي أحمد العشملي بأن المدعو العز صلاح وقيادات حوثية أخرى من بيت العنسي والشامي نهبوا أراض عقارية كبيرة تابعة لهم وتقاسموها فيما بينهم. وقال إن مسلحين يتبعون صلاح قاموا باعتقاله قبل أيام من منزله وسط المدينة وأجبروه على التنازل عن أرض
خاصة به، وتقوم ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار بأعمال نهب منظم للأراضي والعقارات الخاصة بالمواطنين والتابعة للدولة، خاصة الأراضي الواقعة في الشوارع والمناطق الحية. شنت ميليشيا الحوثية الانقلابية حملة اختطافات واعتقالات واسعة شملت عددا من أعيان ووجهاء مديرية الحشا في محافظة الضالع، وذلك تحت مبرر التخابر مع الجيش والمقاومة. وداهمت ميليشيا الحوثية مزارع الأهالي في منطقة عمارة العليا بتهمة التخابر وتحريض المواطنين على عدم الالتحاق بصفوف الميليشيا والقتال معها، وقامت باختطاف عدد من المواطنين بينهم فؤاد محمد حسن الهويدي البالغ من العمر 50 عاما ومحمد صالح الحمري البالغ من العمر 30 عاما، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. استلم مكتب الصحة بمحافظة الجوف أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح نائب مدير مكتب الصحة فهد جراد بأن المكتب تسلم قاطرتين من الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها أجهزة خاصة بالغسيل الكلوي، وذلك ضمن المساعدات التي يقدمها المركز للجانب الصحي بالمحافظة. بدوره أعرب وكيل محافظة الجوف المهندس عبد الله الحاشدي عن شكره لمركز الملك سلمان لما يقدمه من أعمال إغاثية وإنسانية في جوانب مختلفة في المحافظة. تم اليوم استقبال قاطرتين مقدمة من مركز الملك سلمان محملة بأدوية ومستلزمات طبية، منها أجهزة غسيل كلوي مقدمة ضمن المنحة الذي قدمها المركز للمحافظات، ووصلتنا اليوم إلى محافظة الجوف. هذه المحافظة الناس بحاجة ماسة وضرورية لمثل هذه الأدوية والمستلزمات بسبب انتشار الأوبئة والأمراض، ولذلك أدرك مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية في هذا الجانب، وهذا ما لمسناه من خلال ما رأينا من دعم سخي في الدعم بالجانب القطاع الصحي. نشكر الأخوة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تقديمهم لهذه المنحة المقدمة لمحافظة الجوف لمكتب الصحة، والتي على رأسها أدوات وأجهزة للغسيل الكلوي الذي هو يعني يعتبر هدية أو نعمة نزلت على المحافظة، لأن هناك أمراض كثير في المحافظة يعانوا من أمراض الفشل الكلوي، لا يستطيعوا أن يطلعوا إلى صنعاء، والمسافة بينهم وبين سيئون مسافة كبيرة جدا. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10 شاحنات تحتوي على 3000 سلة غذائية لسكان مناطق ومديرية الساحل الغربي في كل من محافظات لحج وتعز والحديدة والنازحين في عدن، والذي تنفذه مؤسسة ائتلاف الإغاثة الإنسانية ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية. وثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقي وممثل ائتلاف الإغاثة الإنسانية جابر لقمان دعم مركز الملك سلمان المستمر للمحتاجين والنازحين. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مجلس الوزراء: الترتيبات اللوجستية شارفت على الانتهاء والحكومة ستكون قريبا في عدن. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد بأن الحرب الحوثية تسببت في نزوح 2 مليون امرأة يمنية. المتفجرات: سلاح حوثي يفتك بالمدنيين في الحديدة، ووقفة احتجاجية تندد بنهب أراضي الأوقاف في ذمار. في ختام النشرة، هذا علي عزي يحييكم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله. We'll be right back.